وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة، والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي، وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. ملفنا لهذا اليوم: تبريد الجبهة الجنوبية أم إعادتها للنظام؟ سعى الروس منذ اللحظة الأولى لتبريد الجبهات على مسرح العمليات السوري، مستغلا توقف أصدقاء الشعب السوري عن تقديم أي دعم عسكري يذكر، سواء مادي أو أسلحة، ناهيك عن الخلافات بين الفصائل، مما عكس ذلك على أداء مقاتلي الجبهة الجنوبية، وتوقفت العمليات فيها، مما جعل النظام وميليشيات الحشد الشيعي الشعب الصفوي تتحول إلى مرحلة الهجوم بدلا من الدفاع. السؤال هنا: هل استفاد النظام من قرار الروس تبريد الجبهات؟ لماذا يريد النظام استعادة الشيخ مسكين؟ هل سينجح النظام بترميم الخط الدفاعي الأول نوى الشيخ مسكين إزرع؟ لماذا بردت الجبهة الجنوبية وتحول الثوار إلى الوضعية الدفاعية؟ سنناقش هذا الموضوع بمحورين: المحور الأول، هل سينجح النظام بالسيطرة مرة أخرى على الخط الدفاعي الأول نوى الشيخ مسكين إزرع أم لا؟ المحور الثاني، لماذا يحرص المجتمع الدولي وأصدقاء سوريا على عدم تزويد الثوار بسلاح مخل بالتوازن بالمنطقة الجنوبية؟ ولماذا إسرائيل مصرة على عدم سحب الشرعية عن بشار الأسد؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من الدكتور عارف عبيد من اليونان، والرائد المهندس عصام الرئيس الناطق باسم ثوار المنطقة الجنوبية، والعقيد الركن أحمد الحمادي. سنناقش كل ذلك ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير. تنفرد المنطقة الجنوبية بأنها مسرح عمليات معقد في بيئة أمنية خطرة وواجبات حساسة، فهي على كل الأحوال منطقة حدودية مع دولتين، وإسرائيل هنا تتدخل بكل صغيرة وكبيرة، فهي مصرة على عدم نزع الشرعية عن بشار الأسد، وهي بالنسبة لإسرائيل منطقة حزام مباشر وليست منطقة تأثير أو اهتمام، لذلك تتعامل عسكريا وبشكل فوري ضد أي خرق أمني مهما كان صغيرا. إسرائيل معنية بحماية القوس الدرزي، ولن تسمح إسرائيل بأن لا يتواصل الدروز في حضر بالقنيطرة مع دروز سويدا، وهي بالتالي معنية بحمايتهم. المنطقة الجنوبية بالنسبة للنظام تنفرد بأن النظام يقاتل على ثلاثة خطوط دفاعية متعاقبة ويضع عليها ست فرق، ومعها ألوية مستقلة تعمل تحت سيطرة رئاسة الأركان. الخط الدفاعي الأول إزرع الشيخ مسكين نوى، وعليه قطعات ثلاثة فرق من الفيلق الأول، الفرقة التاسعة مدرعة بالصنمين، والفرقة الآلية السابعة بالزاكية، والفرقة الخامسة الآلية في إزرع. أما الخط الدفاعي الثاني فهو يتكون من تل الحارة، الصنمين المسمية، الصنمين فيها قيادة الفرقة المدرعة التاسعة من الفيلق الأول. أما الخط الدفاعي الثالث فهو يتكون من الكسوة قتنة الزاكية، وعليه ثلاثة فرق، الفرقة الأولى بالكسوة، والفرقة العاشرة بقتنة وهي من الفيلق اثنين، والفرقة الآلية السابعة من الفيلق الأول بالزاكية. يسعى النظام لإعادة الشيخ مسكين بإسناد جوي روسي غير مسبوق وسط تبريد عام للجبهات، وهي تمثل إرادة روسية قبل أن يذهب الشعب السوري إلى المفاوضات. لذلك نجد أن النظام يسعى جاهدا لإعادة ترميم الخط الدفاعي الأول الذي خسر ثلثيه، أي أنه يريد استعادة الشيخ مسكين ومن ثم نوى، أي الخط الدفاعي الأول كامل، لأن النظام لا يتمسك إلا بإزرع، منه باللواء 12 والفوج 175 من الفرقة الآلية الخامسة، وإذا استعاده فأن وضعه بالمنطقة الجنوبية سيكون قويا للغاية، فهل يسمح له الثوار بذلك؟ نرحب بضيوفي على المحور الأول، كل من الدكتور عارف عبيد والرائد المهندس عصام الرئيس والعقيد الركن أحمد الحمادي. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا أعزاء. نبدأ من الدكتور عارف عبيد. دكتور عارف، وأنت ابن المنطقة الجنوبية وابن إزرع تقريبا، لماذا تصر إسرائيل على عدم نزع الشرعية عن بشار الأسد ولها تحفظات على تحركات الثوار بالمنطقة الجنوبية؟ أولا، هذا النظام قدم أمور كثيرة لإسرائيل
والمنظومة الدولية. ولنكون صريحين، لم تطلق طلقة واحدة منذ عام 1973 على جبهة الجولان باتجاه إسرائيل، بينما إذا أراد إزعاج مثلا حتى إسرائيل مثلا يحاول أن يحرك الحرب على جبهات أخرى، كما نذكر ما حدث في جنوب لبنان في 2006 بين حزب الله وإسرائيل. إذن الهدوء المطلق الذي منحه النظام السوري لإسرائيل عامل يجب أن يؤخذ بحد الاعتبار. ثانيا، الكل يعرف بأن من يحيط بإسرائيل هو الأغلبية الساحقة في العالم العربي، وهم من الإسلام السنة، والآن من يحكم في سوريا ليس بمسلم سني وإنما يعني من أبناء الطائفة العلوية، ومن المهم جدا أن تبقى هذه الطائفة لإسرائيل أن تحكم الأغلبية، وهذا يعني بصراحة أمر يعني غير موجود بجميع دول العالم، يعني الأقلية أن تحكم الأغلبية، وتصر إسرائيل على هذا الأمر من أجل يعني محاربة السنة من أبناء بلدهم، من أبناء جلدتهم. ثالثا، أود أن أقول بأن يعني النظام السوري كنظام يعني لديه خبرة قوية جدا في اختراق الجماعات المتشددة، لأنه هو يعرف من أسس هذه الجماعات المتشددة، وقدم للمنظومة يعني الدولية وتحديدا للولايات المتحدة الأمريكية خدمات لم تستطيع حتى المملكة العربية السعودية يعني ذات العلاقات الممتازة مع أمريكا أن تقدمها. إذن هذا النظام دائما كان يقدم يعني يعني يخدم المصالح الإقليمية والدولية ضد المصالح القومية السورية، ولهذا السبب هناك هذه الرغبة الإسرائيلية ببقاء بشار الأسد. الآن الإسرائيليين يعرفون جيدا بأن هذا النظام لن يبقى في سوريا، أرادوا أم لم يردوا، ولذلك يصرون هم على يعني تدمير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، نظر يعني نظرا ل مدى الحرب قد يعني طال، سيتجاوز بعد 3 شهور 5 سنوات، نرى بأن معظم البنى التحتية لسوريا تنسف يوميا وتدمر، منها من قبل النظام ومنها من قبل مرتزقة أجانب يعملون لصالح النظام، ومنها من يعني قوات التحالف الدولي، ومنها الطيران الروسي الأقطر فتكا وبطشا بالبنية التحتية السورية والثوار السوريين الحقيقيين وليس بداعش. كل هذه الأسباب تدفع بأن إسرائيل هي صاحبة القرار رقم واحد في الأزمة السورية. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن من يحكم أو من يتحكم بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية هو المجلس اليهودي الأمريكي الأيباك، وهو الذي يفرض أي شرط على السياسة الخارجية الأمريكية وتحديدا في الأزمة السورية. أذكركم بما حدث في مسألة الأسلحة الكيميائية عندما تحركت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة فعليا بالأزمة السورية، ليس من أجل حماية الشعب السوري وإنما من أجل حماية إسرائيل من هذه الأسلحة الكيميائية، لأنها قربت أن تسقط بأيدي الثوار. نعم. هذه هي كل الأسباب أدت إلى الاهتمام الكبير والإصرار الإسرائيلي على بقاء نظام بشار الأسد. ابقى معي دكتور عارف، ننتقل إلى الرائد المهندس عصام الرئيس. أهلا وسهلا بك رائد عصام، ما هي المعوقات التي تواجه المنطقة العسكرية الجنوبية عسكريا؟ تحية لك ولضيوفك الكرام. بالواقع الأهداف المتبقية ليس أهداف سهلة، كما ذكرت في التقرير كلها قيادات فرق، منها مدرعة ومنها ميكانيكي محمول. نتكلم اليوم عن إزراع الشيخ بسمين، عن نواة خط دفاع تقريبا بدأ أنه منهار، ولكن لازم أن نلاحظ أن ما يسعى له النظام الآن مدعوم بالتدخل الروسي. كان في البداية التدخل الروسي محاولة استعادة أراضي لإثبات أن النظام قادر على أن يفعل شيء على الأرض، ولكن مع فشل النظام في كثر مبوذة في حماة، فشل النظام في جبهات أخرى في حلب، في ريف حلب الجنوبي، فشل النظام حتى في الساحل، المناطق التي تركز عليها التدخل الروسي، وفشلوا في التقدم والامتداد. حاول الروس أن يحموا منطقة محددة، يعني وجدوا أن لا نفع من بشار الأسد، لا يوجد قوى تسمى جيش سوري، لم يتبقى منه شيء، الميليشيات الإيرانية ليست مهتمة في بعض المناطق ولا تقاتل في كل المناطق بنفس العقيدة، تعلم الإيرانيين يقاتلون بعقيدة معينة وبجهادية معينة يسمونها جهادية طائفية شيعية إلى هنالك، ولكن فشل النظام على الأرض، جعل من الروس يحاولون أن يرمموا منطقة محددة ولا يتوسعوا أكثر بضرباتهم الجوية. النظام الآن الشيخ مسكين حاول أن يوسع هذه الرقعة، حاول أن يوسع رقعة سوريا ما يسميها سوريا المفيدة، والتي فشلت تحقيقها في كل المراحل، فشل تحقيق سوريا المفيدة باتجاه الغاب، فشل في الشهور وفي إدلب، فشل في حتى استعادة الشيخ مسكين، هو يحاول
عليها، ولذلك حاول أن يفتح شبهات قتال في الجبهة الجنوبية. ما يعيق الجبهة الجنوبية عدم وجود أسلحة ثقيلة كافية. يوجد مدرعات، يوجد مدافع، ولكن يجب أن نتذكر أن هذه المدافع والمدرعات تم اقتنامها من النظام. الجبهة الجنوبية خلال 3 أعوام استطاعت أن تسيطر على نقاط شهيدة جدا واستراتيجية في الجنوب، ومنها كانت سكنات كبيرة تتبع لهذه الفرق التي ذكرتها في تقريرها. لذلك النظام لجد هائل بهذه العربات المدرعات، لجد مستودعات استراتيجية تم السيطرة عليها في القدس الجنوبية. مهندس عصام، التاو، حدثنا عن التاو في منطقتكم، موجود مش موجود؟ التاو موجود، ولكن موجود بأعداد قليلة. لا يمكن أن تقول أن هناك قيادة فرقة كاملة لها 4 ألوية أو 3 ألوية متبقية. نتكلم عن الفرقة 9 مثلا، هناك لواء 33 واللواء 34، هناك لواء 12 في نوى، هناك في الطرق قرب النوى، هناك ألوية كثيرة، ولواء ألوية المدفعية اللواء 175. نتكلم عن أعداد هائلة من الدبابات وعربات مدرعة. نعم، النظام لا يملك أطقم كافية لتحريك هذه المدرعات، ويحرك نسبة 50 أو 60% منها لعجزه عن تحريكها، ولكن لا يوجد أعداد صواريخ أو مضادات الدروع تكفي لمواجهة هذه الأعداد الهائلة. لذلك عندما أقول أهداف صعبة وأهداف استراتيجية، أنا أعني أن لا يوجد هناك سلاح مضاد الدروع يكفي لاقتحام هذه المناطق أو لإيقاف حركة هذه القطاعات وهذه السكنات. التاو موجود بأعداد قليلة جدا ومحسوب بالصاروخ. ولكن هل التاو الذي بين أيديكم، يعني هل هو من الجيل الرابع، يعني هل هو قادر على توجيه ضربة صاروخية إلى دبابة ليلا؟ التاو الموجود لدينا ليس تاو الجيل الرابع، وهو حتى ليس تاو الجيل الثالث. المنظار ليس منظار ليلي. قدرة تدميرية تقريبا لا تستطيع أن تدمر الدبابة المعدلة، الدبابة الروسية المعدلة التي يسميها بعض الصور دبابة 82، حقيقة هي دبابة 72 معدلة. ولكن لحسن الحظ يعني فقط دبابات الفرقة 9 بعضها معدل، ولكن خبرة الثوار الآن في التعامل مع صاروخ التاو من الجيل الثاني سمح لهم بتدمير حتى هذه الأنواع من الدبابات، حتى أن تتم التسديد على نقاط معينة وحساسية ضمن هذه العربات يمكن التاو الجيل الثاني تدميرها. ولكن لا ننسى أنها مناطق محصنة، نتكلم عن خط. ولكن سيادة الرائد المهندس، هنالك منطقة بين مسنن البرج مع التقائه مع البدن، مع بدن الدبابة. هذه المنطقة لا يوجد دبابة في العالم قادرة أن تحميها. لو وجهت الثوار ضربة ما بين البرج وما بين البدن، لأنه هو عبارة عن حبيبات دوارة، يعني حتى يدور البرج 360 درجة، هذه منطقة تعتبر ضعيفة. نحن لا نريد أن نعلم عليهم، ولكن هكذا هذه المنطقة أضعف منطقة بأي دبابة في العالم. هذا صحيح تماما، والثوار يعرفون هذه المعلومة، وكل من يتدرب على رمي التاو داخل يعلم هذه المعلومة. وهناك نقاط أخرى الآن يقومون بالتدافع عندما تكون من الصعب الوصول إلى نقطة التقاء البرج بالعربي، إذا كان تحرك بسرعة أو إذا كان مخطأ ضمن سلاح الترابي. نعم، النظام يعلم هذه النقطة الضعف الآن بعد 4 سنوات، وأيضا هو يقوم بوضع الدبابات ضمن سواتر. ولكن الحمد لله التعامل مع العربات المدرعة بالأعداد القليلة الموجودة ممكن عندما نتكلم عن الحواجز، لكن ليس ممكن عندما نتكلم عن قيادة فرق عن سكنات كبيرة. ليش الأعداد كافية كما ذكرت؟ مهندس عصام، إذا تكرمت وإذا كان مسموح لك أن تذكر لنا بالعدد، كم عدد الفصائل الآن بالمنطقة الجنوبية؟ هنالك طبعا عبر وسائل الإعلام وليس منا يقولون أنها كانت 54 تحولت إلى 34 الآن، وكم ويقولون أن عدد الثوار 34 والألف، ولكن نحن نريد أيضا كم عدد ميليشيات الحشد الشيعي الشعب الصفوي المتواجدة في جبهتكم؟ الحقيقة في أكثر، بالنسبة خليني بلش بالطرف المعادي. بالإضافة لحزب الله والحركة الثورية الإيراني اللي هو مجموعات مختلفة بالمسميات، هناك أكثر من 30 مجموعة أو سميها ميليشيا طائفية تقاتل في سوريا، منها عراقي ومنها لبناني ومنها ذو منشأ لبناني مدعوم من إيران، ومختلفة الأسماء. وين مقراتهم بالمنطقة الجنوبية؟ بإزرع ولا وين؟ يوجد منهم في الصنمين، يوجد منهم قيادة فقط 9 حقيقة هي الخزان الرئيسي. هناك يتم تجميع المقاتلين الإيرانيين أو اللبنانيين القادمين من دمشق، ومنهم من يأتي بالبحر ومنهم من يأتي بالجو. كان لي يعني تجربة، أنا أتيت من إيران، كنت أدرس هناك، بيت من إيران في 2012 على طائرة سورية كانت محملة بالأسلحة منذ ذلك الوقت في آذار 2012 حتى قبل فتح جبهات كبيرة. النظام الإيراني كان من ذلك الوقت يحاول يبدأ بإرسال المساعدة والدعم
للنظام السوري، كانت محمله الطائره بالاسلحه، وكانت محمله المقاتلين ميليشيات ايرانيين سموا نفسهم جهاديين. اذا منذ بدايه 2012 هذا الامر لا يعلمه الكثير من المتابعين للثوره السوريه، بان الايرانيين واللبنان وحزب الله بدا بارسال المقاتلين منذ بدايات 2012، نتكلم منذ اكثر من 3 سنوات. فاذا اللي حدث حقيقه هو تجميع للمقاتلين حتى يصل عدد المقاتلين حتى 500 او 600 مقاتل ضمن قياده الفرقه التاسعه، يتم ارسالهم بالتتابع 100 150 الى قياده الاسلامين. عندما يصبح العدد 100 او 700 يبداون بترميم الشبهات بارسال مجموعات من 50 مقاتل. هؤلاء ال 50 مقاتل بنيتهم على الشكل التالي: يوجد منهم 20 مقاتل من حزب الله، ما يقارب 20 جهادي ايراني يسموهم جهادي ايراني، قد يكون منهم ضابط في الحرس الثوري الايراني، واحد او اثنين يسموهم الخبراء، هذا ما اعترف بهم النظام السوري ان هناك خبراء ايرانيين وليس هناك مقاتلين. والعشرة المتبقيين هم ميليشيا من الدفاع الوطني، 3 و4 جنود فقط من قياده الفرقه التاسعه، قد يكون معهم ضابط. تسلسل القياده يكون: الايراني هو قائد المجموعه، المجموعه من 50، الايراني هو قائد المجموعه. اذا كان عناصر حزب الله الموجود فيها هو ضابط من حزب الله او ما يسمي نفسه باسم الضابط، يكون هو نائب قائد المجموعه، والا فان تسلسل قيادي ايراني لبناني سوري. انا سوري كمان، العسكري القاتل من الفرقه التاسعه هو في اخر التصنيف، يكون الميليشيا الشبيح ما يسموه شبيحة يسبقه في الترتيب. ولذلك هنالك أيضا ارتعاب حتى ضمن صفوف جنود النظام بأنهم لم يعد لهم أي سلطة، لم يعد لهم أي كلمة، أصبحوا الآن تحت سلطة الإيراني ثم اللبناني ثم حتى الشبيح الغير محترف أو غير مختص أو غير متطوع، هو جاء فقط لأجل الراتب ومن أجل النقود للقتال. بس خليني أركز على الشيخ مسكين، ليش النظام ما يفتح جبهات الشيخ مسكين بقوة هائلة؟ مثل ما قلت لك، عم يحاول يوسع رقعة السيطرة، لأنه هو لاحظ أنه ما يملكه يستطيع الدفاع عنه لفترة معينة، لم يستطيع أن يتقدم ولا متر واحد. أنا أريد مثال الآن: أين استطاع النظام السوري أن يتقدم بعد التدخل الروسي وبعد دخول كل هذه الميليشيات والأعداد؟ أنا لما عم أقول لك 500-600 مقاتل بالصنمين، مو يعني أنه واحد غير 500-600 مقاتل ثاني أو ميليشيا، عم يتجمع 560 وعم يرسلهم للجبهات، عم يشيل بدالهم 500 خلال 6 أسابيع. الأعداد المرصودة الآن اللي تم إطلاقها من الصنمين تحديدا أكثر من 3500 مقاتل مختلف الجنسيات. إزرع أيضا هي خزان بشري للميليشيات الطائفية، خان أرنبي وفي كنيترا خان أرنبي ودين البعث أيضا هي تجمع. أي سكنة محصنة قوية يمكن أن تكون غرفة عمليات الآن حاليا هي تجمع للميليشيات الإيرانية واللبنانية والأفغانية حتى، يعني كافة الجنسيات، ومنهم مقاتلين عراقيين. هذا ما نستطيع أن نرصده على فضلات اللفت، هناك عراقيين يقاتلون في الصفون. إذا الشيخ مسكين، هجوم على الشيخ مسكين جاء بشكل مخالف لما يسعى الروس كما ذكرت في التقرير، تبريد الشبهات، لأن النظام يريد أن يوسع هذه الرقعة ويظهر لأنه خلال المفاوضات هو يملك قوة ونشاط، لأنه بدون فعل على الأرض لا يمكن أن تذهب إلى مفاوضات أو إلى أي حل من خلال المفاوضات. طبعا هذا الحل غير مقبول الآن، نحن نعلم هناك عدة عقبات في وجه هذا الحل، لكن أنا أتكلم افتراضيا. يعني ما يسعى النظام أن يفعله الآن أن يفتح جبهات، أن يسيطر على مناطق هناك يسيطر عليها، ليجعلها ورقة ضغط وورقة قوة بيده ليفاوض بها ويسعى لإطلاق. يعني الآن اليوم النظام في موقع الدفاع كان حتى منذ أكثر من عام ونصف، ولم يستطيع أن ينتقل إلى الهجوم إلا بعد أن استخدم هذه الميليشيات. بدون هذه الميليشيات لا يوجد شيء إذا الجيش السوري. صدقني هناك مشقين أتوا من الفرقة التاسعة ومن إزرع، بتكلم حديثا، أنا أتكلم عن مشقين خليل منذ أقل من شهر هربوا من قيادة الفرقة التاسعة ومن قيادة الفرقة الخامسة في إزرع، وتكلموا ما يوجد هناك. قالوا لا يوجد شيء الآن يسمى الجيش السوري. نحن هناك عسكر سوريين الذين نخدم منذ 4 سنوات في احتياط، لم يتم تصريحنا، نحن نأكل وجبة مختلفة عن وجبة الإيراني واللبناني، نحن نعامل بإذلال كبير جدا. اللبناني يستطيع أن يعطي أوامر للضابط السوري حتى لو كان برتبة عميد أو لواء. إذا هذه الحالة تظهر لك أن لم يعد هناك ما يسمى جيش سوري على الأرض، هنالك ميليشيات داعمة تحاول إبقاء بشار الأسد بمظهر قوي أو أنه لا يزال موجود حتى تصل إلى ورقة مفاوضات قوية أو ورقة تفاوض قوية. هذا بالنسبة للتفاوض تحديد الشخص. هنالك سيادة الرائد من معلومات رشحت عن ديفكا، يعني باللغة العبرية يعني ينطق يخاطبون بها مجتمعهم، يقولون أن هنالك عمليات إعدام ينفذها
الحرس الثوري الإيراني بحق بعض الضباط بالفرقة التاسعة والفرقة الخامسة والفرقة السابعة في إزرع وفي بعض المناطق، هل فعلا يقدم الحرس الثوري الإيراني على إعدام ضباط من قوات النظام ميداني؟ أنا راح أسأل على معلومات المشتقين اللي حصلت عليها منذ أقل من أسابيع في هذا الشهر. هناك جنديين انشقوا من قيادة الفرقة التاسعة والخامسة، قالوا بالحرف الواحد كل من يحاول الاقتراب باتجاه الساتر أن يهرب باتجاه الساتر الخروج، بمحاولة منه الهروب. هنالك مجموعات إيرانية بنظير رؤية ليلية تقوم باستهدافه مباشرة وقتله. بالنسبة لعمليات الإعدام التي نفذتها بالضباط في بداية عملية مثلث الموت، وهي عملية لازم نحن دائما نتذكرها لأنه هي كانت أكبر نجاح في وجهة نظري للجبهة الجنوبية، وضع كل قوة النظام بسلاحه الجوي وبالميليشيات الموجودة على الأرض يحاول التقدم والسيطرة على مثلث الانتقاء بين قنيطرة درعا ريف دمشق، وفشلت هذه العملية. كانت هذه أكبر إثبات بأن الثوار في الشبه الجنوبية قد انتقلوا من مرحلة مقاتلين ثوريين فقط إلى مقاتلين خبراء، استطاعوا أن يصدوا أعتى هجوم قام به النظام مدعوم بميليشياته. فالمعلومات التي يقولها أنه قاموا بإعدام 11 ضابط بقيادة الفرقة التاسعة لأنهم واجهوا بعض الممانعة في التنفيذ. يعني هناك هم سن هم الضباط سنة بالفرقة التاسعة أم الذين نفذوا إعدام علويين؟ نعم لأن عدموا ضباط سنة، هم 11 ضابط سنة من الضباط السنة، ولكن لماذا عدموهم؟ عدموهم ليستطيعوا فرض السيطرة بالقرار، لأنه في البداية هناك كان تلكؤ، لم يكن هناك إطاعة للأوامر. في بعض الضباط السوريين موجودين هناك يشعر بأنه ذو خبرة أكبر من الضابط الذي جاء من الحرس الثوري. الضابط الحرس الثوري لا يجيد التعامل مع العتاد في الجيش السوري، شعر بأنه لا يملك الصلاحية، هو ليس أرضه، هو محتل، هو جاء باحتلال. بعض هؤلاء الضباط تلكأ في التنفيذ، فما كان من الإيرانيين إلا أن ينفذوا عملية إعدام جماعية لهؤلاء الضباط لفرض السيطرة، لاستطاع أن يفرض قراره بقوة أكبر. هذا ما حصل. 11 ضابط تم إعدامه في قيادة الفرقة التاسعة في شباط 2014. هل حقيقة العمليات الإعدام الأخرى هي إعدام لكل من يحاول أن يهرب، من يحاول الفرار ويتم القبض عليه بمحيط الفرقة أو بمحيط السكن العسكري التي يوجد فيها غرفة عمليات إيرانية، فعراف حزب الله والإيرانيين يقومون بتنفيذ الإعدام فيه مباشرة. مهندس عصام إذا سمحت ابقى معي، ننتقل إلى العقيد الركن أحمد الحمادي. سيادة العقيد، هل باعتقادك استفاد النظام من قرار الروس تبريد الجبهات؟ أنت تعلم أن الروس مصرين على نقطتين، أن تكون سوريا تحت السيطرة ويرفضون أن تكون تحت الثورة، وأن يبردوا الجبهات، وأنت تنظر بأم عينك بجبهة الساحل وحزام دمشق وهذه المنطقة الجنوبية، وبين ظهرانين الآن الرائد عصام الرئيس يسمع. السلام عليكم، تحياتي إلى كل الدكتور ولا سيادة الرائد عصام. طبعا لا أقدم تحية كل المقاتلين ونقول لهم أيها المقاتلون في الشيخ مسكين ودرعا والزبداني وحلب وأدلب وحما وكل شبر، حتى يبقى لنا وطن وحتى لا نبقى لاجئين على ردهات ومداخل المعسكرات والمخيمات، حتى نستعيد وطنا ولدنا على أرضه واستظلنا سماؤه. إليكم أيها الأنبل والأشرف والأعز والأبقى في تاريخنا، أيها الساهرون على تخوم الوطن وثغوره وسفوحه، أيها المقاتلون مجانا والمستشهدون تطوعا والخالدون في ذاكرتنا، إليكم كل تمنياتنا وحبنا وهيامنا وصدق مشاعرنا بأن ينصركم الله، فلا غالب لكم في هذا العام الجديد، المجد لكم أيها المقاتلون. طبعا الروس عندما أرادوا الدخول على الخط الساخن على الأرض السورية بطائراتهم وبقبضهم وقبيضهم، وبدأوا في تدمير كل القواعد للثوار بذريعة أنهم يحاربون الإرهاب وهم الإرهاب بذاته، وهم التفريخ، موضع تفريخ الإرهاب، هم يتركون داعش ويقتلون الثوار الأبطال الذين خرجوا ليقاتلوا من أجل الحرية ومن أجل الكرامة في جبل الأكراد والتركمان وفي حلب وحماة وكفران بودة وفي حلب وليان في حوران مرة أخرى. طبعا النظام هو المستفيد، هم يريدون استنساخ نظام جديد، هم يريدون الثورة تحت السيطرة، هم يريدون نصف ثورة ونصف نظام، يريدون استيعاب قوة الثوار
بتقويض الدعم المادي والتسليحي من قبل الخارج، لأن أصدقاء سوريا اليوم غير موجودين بالفعل، هناك موجودين في الاسم، الكل يدفع من أجل تبريد هذه الجبهات. يبقى هذا النظام المجرم المتغطرس الذي يجثم على صدورنا منذ 50 عاما، هذا ما يريده الروس. طبعا هم الذين يقاتلون اليوم على الأرض بمساعدة الميليشيات الشيعية لا وجود للنظام. سيادة العقيد، سيادة العقيد، ألم ينجحوا بتبريد الجبهات بدون انفعال؟ ألم ينجحوا؟ طبعا هم نجحوا لاستباعهم سياسة الأرض المحروقة كما هو معروف في جبل التركمان، برج زاهية وبرج القصب، ثلاث مرات صار رجع البرج أخذوا السوار. عندما يستخدم الطيران يبقى الطيران في الجو، يستطيع النظام أن يتقدم أو الميليشيات الحشد الشيعي أن تتقدم. أما عندما ينحسر وضع الطيران في الجو أو بتغيير معين يرجع الثوار ليسيطروا على هذه الأرض. إن الثوار اليوم يقاتلون في ظروف غير ملائمة للقتال نهائيا في كل الجبهات، لكنهم صامدون. لقد استفاد النظام ويحاولون اليوم أن ينقلوا هذه المعركة على الأرض إلى طاولة المفاوضات في فيينا أو في جنيف من أجل جعل هذا النظام أن يبقى جاسما على صدورنا وليكن قرنا آخر. نعم، ابقى مع سيادة العقيد. ننتقل إلى الدكتور عارف. دكتور عارف، هل سينتقل الشعب السوري من حكم الأقلية الواحدة وهي العلوية إلى حكم الأقليات، ولن يسمح لسني أن يقود سوريا للمرحلة المقبلة أو لأي مرحلة أخرى لكونكم أنتم السنة بسوريا متهمين بأنكم تطالبون بتحرير فلسطين؟ أولا دكتور، طبعا هي لعبة الأقليات توجه من الخارج وليس من الداخل، وفي كل أقلية هناك يعني الأغلبية صحيح معظمهم من أبناء الوطن من سوريا ومعظمهم من الشرفاء، ولكن تبقى هناك يعني في كل أقلية هناك يعني نوع من البعض المجموعات السلبية القليلة جدا يعني، وهذه يعني هذه النسبة يعني لا تتجاوز 3%، و أعتقد بأنها تتعامل مع جهات خارجية من أجل تنفيذ مشاريع تقسيم في سوريا، وعلى سبيل المثال ما يحدث في شمال سوريا، يعني إخوتنا الأكراد انطلقوا كجزء لا يتجزأ من الثورة السورية، وبعد ذلك أصبحوا يعني اختلفوا تماما، وأصبح مصيرهم يعني هدفهم السامي هو إنشاء دولة كردية في الشمال السوري على حساب الثورة السورية. إذا لم تكن لهم أهداف يعني مثل على سبيل المثال يعني حرية وديمقراطية ومساواة وعدالة وغير ذلك، هم لديهم أجندة خالصة، لأنهم معظم من من يتوجه بهذا الأمر يتوجه من إسرائيل، وهنا قوات تدريب إسرائيلية في هذه القطاعات الكردية يعني بدون يعني حساسية. ولكن أود أن أقول يعني دكتور هشام، الحل لسوريا معروف والكل يعرف ما هو الحل. الحل هو سوريا ديمقراطية، وأن يطبق دستور عام 1953 الذي يضمن حقوق جميع المواطنين السوريين. يعني ما فينا نهتم على سبيل المثال فقط بحقوق الأقليات ونهمل حقوق الأغلبية كما يعني فعل حافظ الأساطير فترة يعني 40 عام. إذن الكل لهم حقوق، حتى ولو شخص واحد لديه حقوق ولكن بنفس الوقت عليه التزامات. يعني الدولة المدنية الديمقراطية هي الكفيلة بضمان حقوق جميع الأقليات والأغلبية في سوريا، والإنسان الشريف يا دكتور هشام يعني محبوب من جميع الناس في سوريا. وأذكرك على سبيل المثال يعني قبل ظهور يعني النظام الأسدي في سوريا عام 1970، فارس الخوري أول رئيس وزراء مسيحي منتخب ليس معين عام 1954. أذكرك بأحد أعضاء البرلمان اللبناني الذي انتخب من الأغلبية الساحقة المسلمة في بيروت الغربية في البرلمان اللبناني. إذن الشعب السوري بشكل عام ليس لديه أي مشكلة أمام الشرفاء، بالعكس يعتز ويفتخر بالشرفاء من أبناء الطوائف جميعهم وحتى السنية يعني بدون استثناء. إذن لابد من تحديد رؤية للمعارضة السورية للم شمل جميع أبناء الثورة السورية. هذه الرؤية الآن للأسف غير موجودة، وليكون تحديدا يعني هناك الفصائل العسكرية ما زالت مقسمة، ليست هناك هيكلية عسكرية واحدة. ثانيا الكتل السياسية في سوريا يعني إن كانت في الائتلاف إن كان مجلس وطني وكتل سياسية أخرى
حتى هذه اللحظة الرؤية السياسية لمستقبل سوريا ما زالت غير واضحة، وعلينا أن يعني أن نستغل سلاح مهم جدا. الثورة السورية حتى هذه اللحظة لم تستغل سلاح الإعلام، سلاح الإعلام مهم جدا كما هو السلاح العسكري، من أجل توضيح للعالم أجمع بأن الشعب السوري يناضل من أجل حقوقه، يناضل من أجل يعني من أجل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، يناضل من أجل أفضل شيء لبلده سوريا. هذا هو هدف المواطن السوري. إذن الإعلام يجب أن يستغل من أجل محاربة هذه الأقلية. ولكن دكتور عارف، ألا تكفي وسائل الإعلام؟ أنت ترى كافة وسائل الإعلام لا تكف عن نشر الفيديوهات الدمار الذي يحل بالشعب السوري ومعاناته في البحر ومعاناته في الملاجئ ومعاناته في دول اللجوء. دكتور هشام، عندما أتحدث أنا عن وسائل الإعلام، أنا لا أتحدث عن وسائل الإعلام فقط فيسبوكية. الفيسبوك لا يكفي. هل يعرف المواطن السوري؟ لا، وقنوات الفضائية. نعم، هل يعرف المواطن السوري ما يرتكب بوتين من إجرام في سوريا؟ صدقا لا يعرف. الأغلبية الساحقة الآن متأثرة بوسائل الإعلام السوري ولا تدري ما يجري في سوريا من دمار وسحق وقتل وإجرام بحق الشعب السوري من قبل الطائرات الروسية. الكل يعرف بأن بوتين دخل نعم من أجل مصالحه، ولكن بوتين يدمر الثوار السوريين الحقيقيين ويترك داعش تسرح وتمرح. إذا أراد بوتين أن يسحق داعش فليتفضل ويرسل قوات برية على سبيل المثال. لماذا يعني قصف على سبيل المثال جيش الإسلام وقتل يعني المقاتل زهران علوش وقتل الكثيرين من الشعب السوري والأبرياء؟ هذا الأمر لا يعرفه المواطن السوري، عفوا المواطن الروسي. علينا أن ننقل هذه الرسالة إلى الشعب الروسي، وهذه هي رسالة الائتلاف الوطني، مهمة جدا. علينا أن يعني أن نقول للأوروبيين بأن ما يجري في سوريا هي مذابح بحق الشعب السوري، وليس فقط يعني أن نحصر. وسائل الإعلام الآن تحصر ما يحدث في سوريا بخيارين، إما الأسد أو الجهاديين، ونقول لهم لا للأسد ولا للجهاديين، نعم لسوريا المدنية الديمقراطية، نعم للأغلبية الساحقة في الشعب السوري. الأغلبية الساحقة وجهة نظرهم غير معروفة الآن على الساحات الأوروبية والساحات الأمريكية. هذا هو هدف المعارضة السياسية السورية، أن توضح للعالم أجمع ما يحدث في سوريا من دمار ورغبة الشعب السوري في التغيير وضرورة هذا التغيير. نعم، ابقى معي دكتور عارف. رائد عصام، أنت سمعت دكتور عارف أثناء الحديث، لماذا لا يوجد لديكم غرفة عمليات واحدة؟ أنتم 54 فصيل و 34 ألف مقاتل على الأرض. غرفة العمليات الموحدة ستكون هي التي تحدد الأولويات وتعرف ما هو الأهم فالأقل أهمية، بدلا من أن كل فصيل يقاتل لوحده. بالواقع صحيح، غرفة العمليات الموحدة ستكون خطوة إيجابية كبيرة إذا تم تحقيقها، ولكن ما يمنع وجود غرفة عمليات واحدة موحدة عدة أسباب. أولا، داخليا يجب أن ننتقد نفسنا بالأول المناطقية. حقيقة هنالك ظاهرة جدا سيئة تحدث في بعض المناطق عندما تقوم بتحرير قرية، فأبناء هذه القرية وهذه المنطقة لا يتحركون منها أو ينطلقون باتجاه هدف الآخر إلا في حالات المغادرة والتعذيب. المثال مثل الشيخ مسكين، ما حدث الشيخ مسكين الأسبوع الفائت عندما هاجم النظام في الشيخ مسكين، أتت القصائد من كل حدب وصف في موضوع المؤازرة والفزعة، مثل من صور الشبه الجنوبية للفزعة، هناك تحرك سريع جدا وهناك مؤازرة كبيرة. ولكن في الأوضاع العادية لا يوجد هناك غرفة عمليات قادرة على أن تجمع كافة أبناء المنطقة لتحرك باتجاه هدف متقدم. حيحدث هذا الآن ولكن ليس خلال غرفة عمليات واحدة. فقمنا بإنشاء 4 غرف عمليات تباعا للمنطقة، هناك غرفة عمليات في درعا شرق درعا، شرق أستراد درعا أحصيد، هناك غرفة عمليات في غرب أستراد درعا، وهناك غرفة عمليات واحدة في الجنوب درعا وواحدة في قريطرة. 4 غرفة عمليات، لكن لا يستطيع أي تنظيمات مقومات غرفة العمليات موحدة ليست متوفرة في الثوار. ما وصل إليه الثوار الآن هو درجة كبيرة ومتقدمة جدا من المعرفة ومن التعامل مع ما يملكون، لدرجة أنه يعني مراصد الثوار حاليا أنا أستطيع أوصفها بأنها أقوى حتى من رادارات النظام. اليوم يستطيع مراصد الثوار أن تحدد حركة أي جندي يتحرك من جنود النظام، طبعا بعدة وسائل. نسمع على المراصد الآن تحركات الطيران، حتى أحيانا المرصد يقوم بتحديد هوية الطائرة، ما هي الطائرة التي تقلع الآن وما هي الطائرة التي تنفذ الآن. هناك نعم خبرة أتت خلال
الذخيرة الكافية لتسخير كافة الثوار. نتكلم اليوم عن 43,000 مقاتل، 43,000 مقاتل الوحدة الدارية للمقاتل الواحد. أنت تعرف سيادة العميد، أي تعرف أن الوحدة الدارية للمقاتل الواحد يجب أن لا تقل عن 30 طلقة بالنسبة للبندقية الآلية فقط، هذا عدا على المعدات الأخرى. اليوم لا يمكن أي دفعة عمليات أن تقدم هذه الذخيرة لهذه الأعداد الكثيرة من المقاتلين. أيضا يقوم كل فصيل بتقديم عدد مقاتلين محدود بعدد الذخائر الموجودة. للأسف أحيانا هناك فصيل لديه 1,000 مقاتل لكن لا يستطيع أن يقدم 1,000 لأنه لا يوجد ذخيرة كافية لتسخير هؤلاء 1,000، وهو لا يملك إلا ما يملك احتياطي له، وبالتالي لا يوجد مقومات لهذه الانتظامات الموحدة، لا توجد تجهيزات التقنية اللازمة. إذا نتكلم عن الجنوب، اليوم النظام بدأ يتبع سياسة جديدة وهي التحرك ليلا. الشيخ مسكين استطاع الثوار استعاد كل المناطق، استطاع حتى اللواء 82. ماذا فعل النظام؟ النظام فقط انتظر حتى الليل، عندما اصبحت ساعات الليل متأخرة بدأ النظام التحرك لأنه يعلم أنه لا يوجد مناظير ليلية كافية لدى الثوار. سيادة المهندس، تستطيعون التعويض عن هذا الموضوع بوضع حقول ألغام مبعثرة يعني غير منظمة نهائيا، وتحيطون في هذه المنطقة؟ أنت تعلم أن الخط الدفاع الأول يريدون أن يحتلوا إذا لم تكن بالصورة، فأنا أعرف أنك بالصورة، أنه الآن بعد ما ينتهوا من الشيخ مسكين سيتوجهوا إلى نواء وبالتالي يمسكوا الدفاع، الخط الدفاع الأول. أنتم لا تملكون أجهزة رؤية ليلية ونحن نعرف، وستينجر لا تملكونه، وصاروخ التاو لا تملكونه. الحل حقول الغام، لا يرهق أي قوة نظامية على وجه الأرض إلا عندما تزرع حقول ألغام مبعثرة ثم ضعوا القناصات عليها، وبالتالي كل من يحاول اجتثاثه لا يستطيعون، لا يملكون التكنولوجيا، وبالتالي تحمون حالكم، تحمون أنفسكم من الغدر ليلا. يا سيدي، أنا لا أريد أن أدخل بالتفاصيل أكثر لكي لا أشر معلومة لا أريد نشرها، ولكن حتى بالنسبة للقناصات يعني ما نملكه من قناصات هي ما استطاعنا بدعمه من النظام. لا يوجد قناصات، لم تأتي أي قناصات كدعم وكمساعدة من دول أصدقاء سوريا. القناصات هي فقط ما تم استلامها من النظام وأعدادها محدودة، ونحن استطعنا أن نصنع. الآن قد تستغرب عندما تسمع أن هناك تصنيع لقناصات، الآن هناك بعض المعامل فتاخة تقوم بتصنيع قناصات لزيادة عدد قناصات ضد النظام. بالنسبة للألغام، نحن نقوم بتنفيذ ألغام بعضها الموجهة وبعضها. لم نسمع بعض الألغام أنها انفجرت بقوات النظام. الشيخ مسكين يريدونها، مصرين على أن يأخذ الشيخ مسكين خلال أسبوع. يعني إذا المفروض أن تكون محاطة بحقول الألغام حتى لا يتسللون عليكم خرسة. حزب الله محترفون في التسلل ليلا لأنهم يملكون أجهزة رؤية ليلية. صحيح، وهو ما يحدث الآن. الآن من يقوم بالتسلل ليلا هو حزب الله، والمقاتلين الذين تم قتلهم في الأسبوع الماضي والأسور عليهم كانوا بعضهم من جنسيات مختلفة، جنسيات لبنانية تحديدا من حزب الله، ومن خلال الشارات والأوشي بين التي كانت على أجسادهم. ولكن نتكلم عن ألغام حقيقية، أقصد غير مصنعة محليا لا يوجد لدينا. نحن نقوم بتصنيع الألغام بشكل محلي، هناك نوعين الألغام التي نقوم بتصنيعها، هناك ألغام موجهة لافتيا وهناك سلكيا وهناك بعض الألغام ميكانيكية، ولكن التعامل مع هذه صعب. اليوم نتكلم عن حزب الله مدعوم بالجيش الإيراني، الإيرانيين من أفضل الجيوش بحيث اتصالات التشويش، هم يقومون بالتشويش على المجال اللاسلكي المحيط بتقدم قواتهم في قطاع التقدم، وبالتالي لا يمكن تفجير الألغام بشكل لاسلكي. بالنسبة للألغام السلكية، اليوم هناك تكنيك للنظام تعلموا أيضا من حرس الثوري الإيراني، لأنه يقوم باستهداف الأراضي، يصرف الكثير من الذخيرة خاصة ذخيرة 23 ملم اللي هو مضاد، يفترض أن يكون مضاد للطائرات على ارتفاع منخفض، بنسميه أسلحة متوسطة. يقوم باستهداف الأراضي الترابية قبل تقدم القوات من أجل أن يقوم بقطع أي أسلاك لألغام سلكية. بالنسبة للألغام الميكانيكية، تصنيعها ليست الأمر السهل بالنسبة لنا، نحن نقوم بتصنيع بعضها ونضع بعضها، ولكن أنت نقول لا نسمع عن هذا. تحدث كل يوم استهدافات لسيارات وعربات النظام، وأحيانا قد تدمر دبابة بهذه الألغام، لكن العدد المحدود يجعل منها قليلة جدا وغير واضحة وغير واضحة. أقصد لا يوجد غزارة من هذه الألغام تستطيع أن تغطي منطقة كاملة أو قطاع هجوم كامل. نعلم أن النظام يونيس الشيخ مسكين عدة أسطر، النظام يريد أن يقطع أوصال الجبهة الجنوبية. تعلم الشيخ مسكين يعني هو قطع خطوط الإمداد، إذا استطاع فترة أخرى خط مسكين يصبح صعب جدا الوصول إلى الإمداد. الشيخ مسكين إذا استطاع النظام عليها يستطيع عزل طريق دولي لمشط درعا بالكامل، هو تحت سيطرته، لكن يستطيع إبعاد الثوار حتى على أقرب نقطة على هذا الطريق الدولي، يضع خط دفاع آخر باتجاه أزرع وصرامين الإنجليزي. هناك حالة رعب وهلع، أنا ذكرت لك بعض المشقين للجنود يهربون هناك، يهربون لأنهم يعلمون أن الهدف الآخر
السياسية، يريد أيضا أن يحصن طريق الدول اللي درعا دمشق، لأنه فقط هو السبب الوحيد الذي استطاع هذا الاستيراد هو وسيطرة النظام عليه، هو فقط السبب الوحيد الذي استطاع أن يسقط النظام في درعا البلد من هجوم قوات الجبهة الجنوبية على 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 مدينة درعا، لأنه لولا خط الإمداد هذا لسقطت درعا خلال أيام. ولكن هذا خط الإمداد نعود للذاكرة، لم يستخل النظام عن هذا الخط الدولي إلا 60 يوم فقط، استطاع ثوار الجبهة الجنوبية أن يقطعوا هذا الخط الدولي اللي بدأ 60 يوم تقريبا، بقيت أربع أعوام لقطع هذا الخط، وهو خط ذات قوي وكثيف واتجاهين، أحيانا يتم المؤازرة باتجاه دمشق وأحيانا بالعكس من دمشق باتجاه درعا. قد يقول بعض الناس ماذا يجد دمشق لم يعد هناك جيش، الحقيقة هذا الكلام يعني من حيث العدد والعداد صحيح، من حيث العدد لا يوجد هناك جيش في دمشق، ولكن من حيث العتاد هنالك فرق كامله في دمشق ما تزال موجوده الان، لم يتحرك هذا العتاد، العتاد موجود، وهذا ما قال المجرم بشار الاسد نفسه، اعترف وقال نحن لدينا العده ولدينا السلاح ولكن ليس لدينا المقاتلين. اذا اصبح يشكو نقص المقاتلين حتى في خطاباته، وهذا ما ليبرر استخدام الايراني والروسي. والواقع هنالك انت تكلمت من قليل على اقليات، يعني انا ارى اليوم السنه اصبحوا اقليات، نتكلم عن مع اني اتجنب الحديث عن سني وشيعه وعلوي والطوائف، لكن انا اصبح اقليه، نتكلم اليوم عن 8 مليون سوري مهجر، 8 مليون سوري مهجر، منهم من اغلبهم كان من الشباب الذي هاجر بسبب الضغط الذي مرس عليه خلال البرامج المفشله التي كان يلقيها النظام على المناطق المحرره، وايضا هناك نسبه تهجير، الان هناك نسبه تهجير كبيره تحدث الان عندما يقوم النظام بطلب التطويع من الشبان. الآن يقوم في دمشق، في دمشق بلم الشباب على الحواجز، الآن لا يوجد شاب يتحرك ضمن دمشق على حواجز النظام، يعني اليوم ننظر داخل دمشق منظر نسائي، أنا سمعت هذا الكلام من داخل دمشق، أتاني الخبر من دمشق بأنه الشباب والرجال من عوام من سن 20 عام حتى سن 45 عام لا يتحركون على حواجز النظام، يخشون أن يتم التقاطهم وإرسالهم إلى القتال. إذا السوريين لا يقاتلون بشار الأسد، من يقاتل اليوم بشار الأسد هو الروسي الإيراني والميليشيا حزب الله والميليشيا العراقية الطائفية التي لها مطامع غير بشار الأسد، لها إيديولوجيا تقاتل إيديولوجيا غير بشار الأسد، وهذا ما يجب التركيز عليه السياسيين والعسكريين والثوار والمقاتلين، أنه نعم روسيا تقاتل، روسيا تقوم الآن بتنفيذ هذه الغارات بشكل حرجي وتستهدف الجيش الحر والمعارضة لتظهر للمجتمع الدولي أنه هنالك فقط بشار الأسد والإرهاب، يجب أن يختاروا بين هؤلاء الاثنين. روسيا تريد طمس وجه شيء يسمى معارضة في سوريا، معارضة وطنية، هي تريد إظهار بأنه يوجد بشار الأسد وداعش تماما كما فعل النظام منذ بداية الثورة، هي تقوم على دعم رواية النظام بإظهار طرفين فقط في القتال، لأن بشار الأسد لا يمكن أن يبقى في السلطة إلا بطريقة واحدة فقط، هي أن يكون هناك داعش. إذا بقاء بشار الأسد مرهوب ببقاء داعش، وهذا ما تقوم به الآن الطائرات الروسية، الطائرات الروسية تستهدف كل خطوط القتال للجيش الحر ضد داعش وتسمح لداعش بالتمدد. بشار الأسد يسلط داعش تدمر، بشار الأسد يسمح لداعش بالتقدم إلى قريتين وحتى إلى الهين، إلى قرى في ضيف حمص الشرقي، وهذه كانت خطوط حمراء في السابق، ولكن بالنسبة لداعش النظام مستعد يسلم داعش كل هذه النقاط ليظهر فقط هذه النظرية، هنالك فقط أنا وداعش فاختاروا بيني وبينهم. وكما قلت لك لا يمكن، لا يوجد هناك وسيلة أخرى لإبقاء بشار الأسد في السلطة إلا أن يبقي داعش في سوريا. نعم، ابقى معي مهندس عصام، ننتقل إلى العقيد الركن أحمد الحمادي. سيادة العقيد، هل سينجح النظام وميليشيات الحشد الشيعي الشعب الصفوي بالسيطرة على الشيخ مسكين لما لها من أهمية عبوية ولكونها منتصف الخط الدفاع الأول؟ ألو، أعد السؤال دكتور. هل سينجح النظام هل تسمعني؟ ألو، هل تسمعني؟ ألو، سامعك سامعني أنت سيادة العقيد؟ سامعني سيادة العقيد؟ ننتقل إلى دكتور عارف، ألا ترى أن الروس بالوقت الذي يسعون به لتبريد الجبهات يضغطون على الشعب السوري بالقصف الهمجي من أجل أن يقبل الشعب السوري أو ممثلهم بأي شيء وحتى بلا شيء فقط من أجل أن ينجوا بأرواحهم؟ طبعا هذا يعني أسلوب من أساليب الخارجية الروسية وسياسة الرئيس بوتين، يعني لأنه بوتين يعني عندما بدأت هذه السياسة بدأت من جورجيا ومن ثم انتقل إلى ضم جزيرة القرم وبعد ذلك انتقل إلى أوكرانيا ومن ثم جاء إلى سوريا، ولكن هنا الحسابات مختلفة تماما بالنسبة للروس.
يعني مهما أرادت هذه السياسة الروسية أن تطبق في سوريا من برامج، من حيل سياسية، من بقالي بشار وغير بشار، هذا يعني يختلف تماما عن المعطيات الحقيقية، لأن الروس هون يتجاوزون حدودهم القومية والمناطق حول روسيا الجيوستراتيجية، لأنهم يدخلون ضمن منطقة العالم العربي وضمن منطقة العالم الإسلامي. إذن هناك ستكون ردود أكثر من كثيرة على هذا التدخل الروسي، وهذا التدخل الروسي وإن حدث حدث بموافقة أمريكية له علاقة بالجمود يعني الكبير في سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. إذن هناك من يحكم في أمريكا، وزارة الدفاع الأمريكية هي من تتخذ القرارات الاستراتيجية مع CIA فيما يخص المواضيع المهمة جدا. ولهذا السبب يعني هناك انتظار أمريكي لرحيل أوباما وقدوم رئيس جديد يتخذ القرارات الأكثر فعالية والأكثر جدية فيما يخص الملف السوري عامة والوجود الروسي في سوريا ومنطقة الشرق المتوسط عامة. إذن توريط روسيا كان في سوريا كان بمبادرة أمريكية، وصدقا دكتور هشام الآن 100 صاروخ أقول لك أو 50 صاروخ مضاد للطيران ستقرب المعادلة على رأس الروس رأسا على عقب. هناك الآن يعني ردود، هناك الآن يعني باعتقادي أمور من قوة إقليمية تطبخ على نار هادية من أجل مواجهة هذا التدخل الروسي. لن يسمح لروسيا باحتلال سوريا لأسباب عديدة وكبيرة، تركيا لن تسمح بهذا الأمر، المملكة العربية السعودية هناك جدية وفعالية لمواجهة هذا التدخل الروسي، ولكن بحاجة هذا التدخل لا يتم بمواجهات عسكرية ولكن يتم بأسلوب سياسي أولا ومن ثم بخطوات عسكرية من خلال دعم الثوار بأسلحة نوعية وتوحيد جهودهم، ومؤتمر الرياض كان يعني علامة على ذلك. بالإضافة إلى ذلك أود أن أوضح هون نقطة بس أنا يعني بشكرك دكتور هشام لأني أعطتني الفرصة أتحدث لزملاء جديرين ومنهم الرائد عصام الريس. أود أن أقول للسادة الرائد عصام بأن المنطقة الجنوبية في سوريا هي مفتاح سقوط دمشق. الحدود الشمالية للمنطقة الجنوبية من محافظة درعا هي 40 كيلومتر عن القصر الجمهوري، ولهذا السبب يجب التركيز على هذه المنطقة وعدم انتظار الأوامر من أن تأتي إلى الخارج. الآن هناك 4 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة، يعني الوضع الآن يعني لا نحسد عليه، والشعب قد تعب من هذه الأمور. نحن بحاجة إلى توحيد هذه الجهود، وسقوط دمشق سيكون من منطقة درعا، لن تأتي قوات من الشمال من أجل سقوط دمشق. أكرر فقط يعني ذكرنا قبل يعني فترة عن أهمية منطقة معركة الساحل قبل الدخول الروسي، الآن اختلفت الأمور بكثير بسبب هذا الوجود الروسي، ولو استطاع الثورار الاستمرار يعني وسقوط القردحة نفسها لكانت ضربة معنوية ساحقة لهذا النظام، وكانت الأمور يعني بنسبة كبيرة لصالح الثوار. نحن الآن يجب أن يعني أن نستغل هذه الفرص ولا نسمح يعني بأن نكون في وضع دفاعي، لأننا أصحاب حق نريد ما هو الخير لبلدنا. كل المبادرات التي تحبك في الخارج ستحطم على صخرة سوريا، ولهذا السبب يعني أنا يعني بأمل يعني بتوحيد جميع الجهود على الأقل في الجبهة الجنوبية، لأن هناك تماسك يعني بين العوامل الديموغرافية لشعوب هذه المنطقة وريف منطقة دمشق. الآن يعني النظام يعني كما ذكر سيادة الرائد لا يقاتل بجنوده وإنما يقاتل بمرتزقة، ومن يحميهم يعني الروس والمرتزقة الأجانب. هذا يعني دليل واضح بأن النظام قد احترق وقد انتهى عسكريا. نعم، ابقى معي دكتور عارف. ننتقل إلى العقيد ركن أحمد الحمادي. سيادة العقيد، هل سينجح النظام وميليشيات الحشد الشيعي الشعبي الصفوي بالسيطرة على الشيخ مسكين لكونها خط الدفاع الأول أو منتصف خط الدفاع الأول ولكونها خط إمداد قوي إلى دمشق؟ طبعا قوات النظام موجودة وفي هذه المنطقة، بالإضافة للطيران الروسي الغادر الذي يحمي هذه المنطقة ويمهد أمام
تقدم الميليشيات الحشد الشعب الشيعي وما تبقى من قوات النظام. هناك أسلحة موجودة مثلا في منطقة الشيخ مسكين، هناك اللواء 112 في إزرع، وهناك الفوج المدفعية، وهناك قوات موجودة تتقدم على هذه المنطقة، وخطوط الإمداد مفتوحة من دمشق إلى الشيخ مسكين عن طريق إزرع وعن طريق خربة غزالة وعن طريق تلك المنطقة. ما يؤخر هذا العمل أو يفشله هو التكاتف الكبير بين سوار هذه المنطقة، وأن يعتمدوا غرفة عمليات موحدة وخطط عسكرية يستفيدون من خبرة الضباط الموجودين في تلك المنطقة وما أكثرهم. فكل ذلك هو الذي يؤخر. وكما تفضلت، قيام بأعمال إغارات وزرع الألغام على الطرق المتقدمة، كون منطقة الشيخ مسكين هي عصب المنطقة الجنوبية وهي التي تقع في وسط سهل حوران، منها سينتقل النظام إلى نوى، ومن نوى ينتقل باتجاه الطريق الحربي عن طريق العالي نمر حتى الحارة. وفي حال سيطرة النظام على تل الحارة الاستراتيجي ممكن أن يسيطر على المنطقة الجنوبية بشكل كامل من حدود دمشق وحتى حدود السويداء ودرعا وكل هذه المناطق. فالدفاع اليوم والاستماتة في الدفاع عن الشيخ مسكين وإفشال خطة النظام في إعادة السيطرة على منطقة الشيخ مسكين هو إنجاز كبير يحسب للمنطقة الجنوبية، ومنها يتم تخلي النظام حاليا عن حلم السيطرة مرة أخرى عن حوران. لأن هذه المنطقة كنا ننتظر من ثوار حوران الذين لم يقصروا نهائيا أن ينتقلوا من الشيخ مسكين ويسيطروا على إزرع ويسيطروا على تلك المنطقة ويقطعوا طريق الإمداد الرئيسي الإستراد دمشق درعا في منطقة نامر ومنطقة جرفة التي تبعد 3 كيلومتر عن الشيخ مسكين، أو إزرع التي تبعد 8 كيلومتر عن منطقة الشيخ مسكين. فإذا استطاع النظام لا تقدر الله إعادة السيطرة على منطقة الشيخ مسكين، فتعني أن منطقة توسع النظام ازدادت والطرق الآمنة للانتقال أصبحت موجودة والإمدادات النظام لا يخشى عليها نهائيا، بينما ينتقل النظام إلى منطقة نوى غربا وإلى شمالا إلى تل الحارة، ومنه إعادة السيطرة على المنطقة الجنوبية. هذا ممكن في ظل التراخي وفي ظل عدم وجود أصدقاء للشعب السوري يمكن أن يقدموا الأسلحة المتطورة والقادرة على الصراع مع آليات النظام ومع وسائل تشويشه التي تسيطر على المنطقة وتمنع الثوار من الاتصال ومن استخدام اللاسلكي في تفجير الألغام. كل ذلك موجود، وأصدقاء الشعب السوري ينظرون إلينا ويعدون الضحايا فقط ولا يقدمون شيئا لهذا الشعب المقهور. مهندس عصام، ماذا يبرر لكم أصدقاء سوريا بعدم إرسال أسلحة مخلة بالتوازن في المنطقة الجنوبية؟ يعني احنا نتكلم مع اصدقاء فاعلين، كما اذا كنت تذكر اصدقاء سوريا يعني او اصحاب قرار، يعني من يتعامل معنا هم موظفين يعني عاديين في خطه القرار. هذا الامر اعلى من مستوى موظفين اساتنا او موظفين. يعني هذا الموضوع هو موضوع استراتيجي وموضوع دولي واقليمي تدخل فيه بعض الدول. انا لا اريد ان اقول أنه لا يوجد هناك نية لأصدقاء سوريا، ذكر الدكتور عارف مشكور يعني، وطبعا وطلبوا حقيقة لو كنا نستطيع ذلك عندنا منذ زمن توجهنا باتجاه دمشق، لأن هذا كان هو سبب إنشاء الجبهة الجنوبية وهي رؤية الجبهة الجنوبية. رؤية الجبهة الجنوبية أن تكون سوريا لكل السوريين، وأن تكون الجبهة الجنوبية هي البديل الذي يستطيع كسر خطوط الدفاع والتوجه إلى العاصمة دمشق. أننا نعلم كل العلم بأن لا يمكن أن يسقط النظام إلا في دمشق، كما ذكر مشكورا يعني عندما أعطى المقارنة بين الساحل ودمشق، لا يمكن أن يسقط النظام إلا في دمشق، ونحن نعلم هذا وكنا ما نسعى إليه. وخلال عامين من القتال، وصدقني يعني كل دشمة وكل نقطة وكل طرف قرية وكل حاجز كان ثمنه شهيد وتجربته شهيد. واليوم الزوار عندما يعملون بحرفية في عملية الرفض وعملية الانتقال وعملية زرع الألغام وعملية التصدي لهكذا هجوم، يجب أن نستهين عندما نتكلم عن هجوم الشيخ مسكين. فلك أن تتخيل سيدي وأنت يعني على
لديك خبرة كبيرة بهذا المجال يعني خاصة المجال الاستراتيجي، أن من يدعم في مجال الاتصالات التشويش هو الإيراني، ومن يقاتل حرب العصابات هو الدول الثانية للشيخ حزب الله، ومتمرس في هذه الحروب. وذكرت حضرتك الهجوم الليلي وأنه خبير في عملية الاقتحامات الليلية بسبب كل هذه الأساطير الآن تدافع بأقدام الثوار. كل هذه القوى مدعومة بدبابات روسية ومدعومة بغطاء جوي لا يصدق. 60 غارة في اليوم الأول في الهجوم على الشيخ مسكين، لا تكلم عن 50 قذيفة. أنا كنت على الحصان مباشرة بغرفة عمليات الشيخ مسكين واستفسرت ماذا يجري. 500 قذيفة يتم رميها خلال أقل من ساعتين على منطقة معينة، ثم تدخل مجموعات مدربة من حزب الله ومن ما يسموهم الجهاديين الفاطميين والإيرانيين وما هنالك من أسماء ومسميات يدخلون على هذه المهندس. مهندس عصام، وصلت الفكرة، سنوعدك بلقاء آخر جديد متجدد إن شاء الله، لأننا على رأس نشرة أخبار رئيسية. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عارف عبيد من اليونان، والرائد المهندس عصام الرئيس الناطق باسم ثوار المنطقة الجنوبية، والعقيد الركن أحمد الحمادي. كان معكم من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميلة المهندسة سلام المساعدة. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم، ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى لقاء يجمعني بكم هذه أغلى أمنياتي. أنا مع الثوار، أنا من الثوار، أنا مع الثوار، عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.